السلام عليكم. للأسبوع الثالث على التوالي يواصل طلاب في عدد من الجامعات الأمريكية والكندية والأسترالية والأوروبية احتجاجهم القوي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في حدث اعتبره مراقبون غير مسبوق من حيث دلالته ورمزيته. الانتفاضة الطلابية التي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية في 17 من شهر نيسان أبريل تدحرجت ككرة الثلج ووصلت إلى عدد من كبريات الجامعات الأمريكية كهارفارد وبنسلفانيا مثلا، ثم امتد الحراك الطلابي إلى أستراليا وكندا وأوروبا التي شهدت جامعة السوربون الفرنسية فيها احتجاجات طلابية قوية. عملت هذه الحركة الطلابية التي رفعت شعارات مؤيدة لحرية فلسطين وداعية إلى وقف الحرب على غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، عملت بأساليب قمعية، فقد ضرب وسحل عدد من الطلاب والأساتذة الجامعيين واعتقل المئات منهم في أجواء حولت الجامعات الأمريكية تحديداً إلى ما يشبه ساحات حرب. في حديث العرب نتوقف مع هذه التطورات لنبحثها من حيث دلالتها والأسباب الكامنة وراء هذا القدر من العنف الذي تعاملت به السلطات الأمريكية مع الانتفاضة الطلابية، ومن ثم تداعيات هذه الانتفاضة على مستقبل الحرب الإسرائيلية على غزة التي يصر اليمين الإسرائيلي الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الحرب على مواصلتها مهما كان الثمن. التفاصيل بعد قليل. إذن للحديث عن موضوع الحلقة يسعدني الترحيب بضيفينا الكريمين عبر زوم من واشنطن، الأستاذ دكتور طارق أبو غزالة الطبيب والناشط السياسي، وعبر سكايب من العاصمة البلجيكية بروكسل الدكتور أحمد فراسيني المنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. نبدأ من مركز الحدث الآن من واشنطن. اليوم هناك تظاهرات منتظمة ومثابرة وهناك إصرار من الطلبة على ما يرون أنه حق وصواب، وهو وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وكثير من الطلبات قدموها. برأيك ما الذي يقرأ في ثنايا هذا الحراك الطلابي في أمريكا الذي اعتبر سابقة وشيء غير مسبوق يعني في التاريخ الحديث على الأقل لأمريكا؟ السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا على الاستضافة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أولا حقيقة هذا الحراك ليس صحيح أنه غير مسبوق، هو مسبوق، والطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الستينات السبعينات الثمانينات يتظاهرون في جامعات أمريكا ضد في الستينات العنصرية كان ومن أجل الدفع بالحقوق المدنية، في السبعينات ضد الحرب في فيتنام طلاب الجامعات وقتل هو أربعة. ربما هو حيث غير مسبوق من حيث علاقته بفلسطين أكيد، ولكن أنا الذي أقوله الآن أن قضية فلسطين يجب أن توضع في هذا السياق. لماذا الآن الطلاب خرجوا بهذه المظاهرات؟ هناك تاريخ ممتد في الجامعات الأمريكية من مناصرة القضايا العادلة الإنسانية. إذا قضية يعني خروج الطلاب اليوم يعني بالضرورة أن قضية فلسطين أصبحت قضية عالمية إنسانية محقة، مثل قضية الحقوق والمساواة في الستينات، قضية الحرب على فيتنام في السبعينات، قضية التظاهر ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. يجب علينا فهم هذه النقطة جدا. طبعا الآن هناك متغيرات في قضية الدفع ضد هؤلاء الطلاب. لنفهم السياق، أنا هذا الكتاب اسمه The Global Trap ومترجم للغة العربية فخ العولمة، ألفه إعلاميان شهيران في عام 1997. يجب أن نفهم ماذا كتب في هذا الكتاب لنفهم ماذا يحدث اليوم. هو فخ العولمة، اللي هو العولمة والعدوان على الديمقراطية والازدهار، هذا عنوان الكتاب وهو مترجم للغة العربية. هذا الكتاب عام 1995 تداعى بعد سقوط منظومة الاتحاد السوفيتي وظهور القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية، أتوا بمئات من القادة والسياسيين إلى أوتيل في سان فرانسيسكو، الفيرمنت هوتيل في كاليفورنيا، اجتمعوا ليقرروا ماذا نفعل الآن.
في بدايات الكتاب في الصفحة الثالثة يتكلم عن بريدزينسكي اللي هو كان مستشار الأمن القومي نعم للرئيس كارتر. صاغ نحت عبارة اسمها التينتمنت. التينتمنت يعني الحلمة والانترتينمنت، يقصد بالحلمة الحليب الطعام، ويقصد بالانترتينمنت التسلية. قال الآن نحن مجتمع 20-80، 20 معهم الثروة، هذا الكلام بال95، و80% من المجتمع هم اللي بدهم يعملوا. كيف بدنا نسيطر عليهم؟ عن طريق التسلية والإطعام، يعني أعطيهم شوية حليب شوية طعام وأسليهم. هذه التسلية الآن تناولتها أباطرة الإعلام في ذلك الوقت، وانتشرت إذا تذكرون في السبعينات، في التسعينات، أواخر التسعينات بداية الـ2000، الستلايت والقنوات نعم وقنوات التسلية والرياضة انفجرت. هذا ضروري يجب فهمه. اليوم أنت تتعامل مع مجتمع مش 20-80، تتعامل مع مجتمع 1% يملكون الثروة و99%. الآن ماذا يعني ذلك؟ الآن أنت عندك هؤلاء الطلاب، شو صفتهم؟ هؤلاء الطلاب هم طلاب نخبة، هم طلاب عوائل ثرية، هم طلاب في جامعات لا يهمهم أصلا التسلية، لا يهمهم، يعني لديهم فائض من الأموال. لماذا يتظاهرون؟ يتظاهرون لأن الإعلام الذي بدأ مع عام 1997 الآن تغير. أنت كان عندك قنوات، اليوم عندك تيك توك، تيك توك، الإنستغرام، الفيسبوك لايف، كل هذا النقل الذي جرى خلال نعم الستة أشهر الماضية وقبل ذلك في الحروب السابقة على غزة نعم استطاع أن يجعل الناس خاصة هؤلاء الشباب هذا يعون. بدي أختم بشغلة قصيرة، بس تفضل. شغلة بسيطة هنا. في تذكر نحن ما كنا أطفال، في بتشوف في المجلات صورة بيقول لك هل تستطيع أن ترى كذا؟ لا تستطيع، ثم عند نقطة معينة ترى فيها أمر، مثلا صورة حصان أو رأس حصان بالمقلوب. متى ما شفتها مرة واحدة، عندما تراها مرة واحدة لا تستطيع أن لا تراها. وهذا الذي جرى في هذه الحرب، عندما رأوا الهمجية والعدوان على غزة وعادوا وقرأوا السردية الصهيونية، نعم لم يعد هؤلاء الطلاب يستطيعوا أن لا يروها. نعم هذا سبب تمسكهم بذلك، ومن هنا نستطيع أن نفهم مطالب هؤلاء الطلاب. هذا التظاهر له مطالب نعم ممكن نتكلم عليها نعم دكتور في دكتور الحلقة. أستاذ طارق، أنا أشكرك على بعض النقاط التي طرحتها وذكرت في مستهل حديثك قضية السياق. سأعود إليك بعد قليل للحديث عن مزيد من التفصيل في قضية السياق، لكن قبل ذلك أنتقل إلى الأستاذ أحمد فراسيني في بروكسل. الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية الآن انتقلت، وصلت كرة الثلج إلى أوروبا، لكن لدينا ملحظ مهم، أن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية عميقة، الهدف واضح، هناك تمسك حقيقي بالفكرة وإصرار عليها، الفكرة التي هي ينادون الحرية لفلسطين، وقف الاستثمارات، الابتعاد عن إسرائيل، وقف الحرب التي الهمجية على المدنيين الغزاويين إلى آخره. إلى أي مدى الاحتجاجات التي وصلت إلى جامعات فرنسا وبريطانيا، ولا شك أنها جامعات كبيرة أيضا، إلى أي مدى تحمل هذه المواصفات من العمق وشدة الفكرة وشدة التمسك؟ نعم، يعطيك العافية. الفكرة هي أن لا ذاتها، يعني لأن هؤلاء الطلاب أضحوا ويروا بأنفسهم أصلا كضحايا لماكنات الكذب والدجل والتضليل. ولكن الفرق بينهم وبين الأجيال التي سبقتهم أن هناك ترسبات كبيرة بالأذهان، هناك أفكار قد ترسخت، وحماية اليهود وحماية وما والموازاة، وكأن المساواة ما بين نقد دولة الاحتلال واللاسامية، الهولوكوست إلى ما ذلك، كل ذلك ترسخ بالأذهان للأجيال السابقة والتي كبلتهم ومنعتهم من التحرك بكل صراحة ضد دولة الاحتلال. ولكن الفرق اليوم بأن هؤلاء الطلاب الشباب الجدد لا يوجد لديهم هذه الترسبات وهذه القيود. هم لا يتعاملون مع المسألة مرتبطة بمجازر مرت عليها عشرات السنين، وإنما يتعاملوا مع واقع حالي يعيشوه هم أنفسهم. يعني هم يعايشون هذه الحرب ويعايشون هذه الجرائم، وكيفية التعامل معها بالطرق السابقة التي تم التعامل مع الحروب التي سبقت هذه الأجيال ربما، أو حتى بعض الحروب التي عاشتها قطاع غزة وفلسطين مؤخرا. إذ أن الأداة الأوروبية هي نفس أداة التضليل،
نفس أداة الكذب والدجل، نفس أداة الترويج لدولة الاحتلال وتهميش حقوق الشعب الفلسطيني. اليوم هذه الحكومات وهذه وسائل الإعلام المرتبطة بها تتعامل مع الحرب الحالية بنفس الأدوات السابقة، الأمر الذي لم يعد ينطلي على هؤلاء الشبان. وبالتالي أصبحت أيضا من ناحية أخرى الحرب على غزة والحرب على الفلسطينيين تصيب مواقع أخرى، ألا وهي العدالة بحق الإنسان كإنسان، الجريمة بحق الإنسان كإنسان، الأمر الذي يأتي من خلال الصور ومن خلال السوشيال ميديا والإعلام الموازي نعم بأن الاعتداء يتم على الإنسانية ويتم على الإنسان، ولا فقط يرتبط بالفلسطيني كفلسطيني، وإنما أصبح الفلسطيني هو الرمز أو عاد ليكون الرمز للثورات ضد الاستبداد ومن أجل نعم العدالة وحقوق الإنسان إلى ما ذلك. نعم وبالتالي أثبتت المنظومة الدولية فشلها، أثبتت كل النظريات وحقوق الإنسان فشلها، وتجد أكثر الكليات التي تتظاهر حاليا هي الكليات المعنية بالأمر من المهنيين المستقبليين في هذه المواضيع مثل حقوق الإنسان، القانون الدولي، العلاقات الدولية، الإعلام، وهذه الكليات التي تدرس من خلال مناهج نظري يكتشف الطالب بأنه يبتعد كل البعد عن الحقيقة والواقع، وبالتالي يجد بنفسه ضحية وعليه أن يكون يعني مجيرا لصالح جهة على حساب جهة أخرى، وبالتالي لن يقبل هؤلاء الطلاب. وهذا ما يجري اليوم حقيقة. نحن ننتظر نعم أيضا الحراكات هنا بأوروبا، غدا هناك حراك في بلجيكا في جامعة جنت، وهناك حراكات أخرى في جامعات أخرى، ننتظر في أي لحظة يمكن الإعلان عن نعم اعتصامات والسيطرة على بعض المباني. الجامعات التي تتعامل مع دولة الاحتلال نعم التي تدعم جرائم الحرب، وهذه الجامعات التي سيكون فيها نشاط. يعني ربما عطفا على كلامك أستاذ أحمد، تنبع أهمية هذه الاحتجاجات في أوروبا وأمريكا من كونها قد تشكل أو ترقى إلى ما يمكن أن يكون ثورة فلسفية تثور على مفهوم الخير الذي رسخه كثير من الفلاسفة الغربيين، الذي لا يتخطى حدود الإنسان الأبيض. ربما يكون الأمر كذلك، لكن أعود إلى السياق مع الدكتور والأستاذ طارق أبو غزالة في قضية السياق وفي محاولة لتحليل هذه الظاهرة المهمة، وهي مهمة كثيرا لأنها مرتبطة بفلسطين في الغرب. هل ما يحصل الآن في الجامعات الأمريكية تحديدا مرتبط بانفعالة عاطفية شاهدها الشباب، شاهدوا الصورة كما عبرت قبل قليل ولم يعودوا قادرين على أن لا يروها، فهي حالة انفعالية عاطفية، أم أن الأمر ربما نتحدث عن شيء أعمق من ذلك، وهو انعكاسة أو تمثل عملي لصحوة ليبرالية حقوقية مدنية في عمق الوجدان الأمريكي؟ الأمران معا، هي انفعالة بسبب حجم الوحشية التي شاهدناها خلال الأشهر الستة السابقة، ولكن هذه الانفعالة لم تكن لتحدث لولا أنها كانت أتت على تراكمات من السياقات. لذلك نرى حتى نفهم السياق، ما هي مطالب هؤلاء الطلاب؟ مطالب هؤلاء الطلاب تتلخص في أمرين. الأمر الأول هو نزع الاستثمارات الجامعية من إسرائيل. الأمر الثاني هو قطع كل الروابط الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية. هذا مختصر، طبعا في طلبات أخرى، ولكن هذا هو الأمر الأساسي. لماذا؟ لأن هذه الجامعات هنا في أمريكا، غير جامعات في عنا في بلادنا المسيطر عليها من الحكومات، هذه الجامعات هيئات مستقلة، لها رئيس يستطيع أن يخاطب رئيس البلد ولا حاكم الولاية، لها جسم منتخب طلابي. لماذا؟ لأن هؤلاء الطلاب يدفعون رسوما باهظة، فلذلك هم يستطيعون أن يكون لهم دور في سياسات الجامعة. فلذلك عندما أفاقوا ورأوا أن هذا الجيش الآن يقتل بأموال جامعتنا، هذه الأموال أتت منا نحن، وهناك أوقاف كبيرة يعني الإنداومنت نسميها، تتكلم عن جامعة مثل جامعة هارفارد 40 مليار دولار الأوقاف تبعها، جامعة كولومبيا بنفس الرقم، أرقام فلكية تتكلم عنها. هذه مستثمر جزء منها مئات الملايين في إسرائيل. وين؟ أين؟ في الصناعات العسكرية. فلذلك هذا الضغط هو الذي يعني لنزع الاستثمار.
البارحة فقط جامعة براون يونيفرسيتي اللي هي تعتبر أحد الاي في ليج، يعني اللي هي في القمة من الجامعات، وافقت إدارة الجامعة على مناقشة نزع الاستثمار. فلذلك يعتبر هذا انتصار كبير. طبعا نحن نقول قد يفهم انه انهوا الاعتصام ثم قد نناقش، لا، الطلاب سيعودوا اذا لم يتم ذلك. نحن الان دخلنا مرحله جديده، مطالب واضحه للطلاب، الطلاب لن يتراجعوا، قد يتراجعوا لسبب الان بجوز بعد اسبوعين هناك امتحانات التخرج، بيروح على البيت بيدرس يكمل، ولكن بشهر 9 سيعود اولئك الطلاب. وتذكروا كلامي، سيعود الطلاب في شهر 9 إلى الحرم الجامعي في كل أمريكا، وحسب ما يكون يحدث في ذلك الوقت سترى عودة الطلاب، وعندها سنكون قريبين جدا من الانتخابات الأمريكية. سيتحول طلبات الطلاب من نزع الاستثمار وقطع العلاقات الأكاديمية إلى لنذهب ونصوت في نعم الانتخابات القادمة في شهر 11 لإخراج أولئك من نعم الحكم. طيب أستاذ أحمد، ربما أوروبا لها شيء من الخصوصية حتى على مستوى الجامعات باعتبار وجود كثافة بشرية عربية وإسلامية كبيرة، خصوصا في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا. هل الأمر، هذه التظاهرات في أوروبا مرتبط بوجود هذه الكثافة البشرية العربية والإسلامية، أم رده إلى ما يمكن أن يقال سياقية، صحوة سياقية متمردة على القيم السياسية والفلسفية الغربية التي لا تراعي كثيرا حقوق الإنسان خارج أوروبا؟ نعم، أنا أظن أن الاحتمال الثاني هو الأقرب، إذ أن يعني هناك شبان يعني لم نكن لنتوقع من أشكالهم ومن طريقة حياتهم ومن أساليب لبسهم أو ستايلهم، يعني لم نكن لنتوقع أن يقف هؤلاء، يعني حقيقة هذه المواقف الجدية للمدافع عن حقوق شعب يقهر ويطحن، عن الدفاع والمطالبة بالعدالة بحق الشعب الفلسطيني وتوقف الجرائم بحقه. فهؤلاء يعني أنا يعني وأنا كنت على احتكاك مع هذه الفئة من المجتمع هنا على مدى القليل الأشهر الأخيرة، ولاحظت بأن المسألة مسألة مبدئية بالنسبة لهؤلاء. وكما نقول يعني كيف يمكن أن تدرس في جامعة لحقوق الإنسان ونفس الجامعة مثلا تبيع البرامج الإلكترونية لحماية الطائرات التي تقصف الفلسطينيين؟ كيف يمكن أن تدرس بكلية القانون الدولي ونفس الجامعة تهمش مثلا مخرجات محكمة العدل الدولية؟ وبالتالي هناك أصبحت تناقضات كشفتها الحرب على غزة، وكشفتها صور الصحفيين التي تخرج من القطاع للعالم أجمع. والآن هناك تحدي، وهذا هو السؤال الثاني الذي طرحته حضرتك في مقدمة البرامج، بأن التداعيات، ألا وهي السؤال الثاني بل أنا وأضعه، أن تداعيات ما يجري الآن من الحراك الطلابي على القطاع هي أخطر من الحراك نفسه. وبالتالي نعم، هناك مشكلة لدى السياسيين الذين ينظرون إلى تداعيات هذا الحراك دوليا وعلى كل المنظومة، ونحن نعلم بأن الآن يجري النظر وبكل جدية على المنظومة الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم والقانون الدولي، يعاد النظر بها وبتركيبتها وجدواها وجدوى وجودها وما هي مشاريعها المستقبلية. نعم هذا ما فتحته الحرب على غزة، الأمر الذي لم يكن لولا يعني مستوى الجريمة للأسف وما يدفعه الفلسطيني، ولكن من بدأ هذه الحرب وأشعلها هو الاحتلال نفسه من خلال الترويج لجريمة 7 أكتوبر ودعشنة المقاومة الفلسطينية ومحاولة الوصول إلى تقصد الترويج لما تحالفات يعتبره جريمة فلسطينية. 7 أكتوبر؟ نعم تقصد نعم، الترويج هذا لما يعتبره، نعم أنا جريمة، نعم أتوقع أن يعني ما قام به الاحتلال هو وضع الحدث في أجندة نعم الأخبار والإعلام والسياسة والقانون الأوروبي، ولولا ذلك لكان صعب جدا علينا كفلسطينيين أن نضع الخبر ضمن قائمة نعم الأخبار اليومية على مدى 24 ساعة، وهم وضعوا الخبر ونحن بدأنا بمعالجة أو إعادة معالجة الخبر. لكن اللافت هو طريقة معالجة السلطات الأمريكية وحتى السلطات الأوروبية في فرنسا لهذه التظاهرات، وهو ما نبحثه بعد قليل. وقفة قصيرة ومن ثم استئناف لحديثنا.
مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مجددا، وهذا الجزء من الحلقة نخصصه للحديث عن التعامل الخشن من قبل قوات الأمن مع الطلاب المحتجين في عدد من كبريات الجامعات الغربية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أستاذ طارق، لعل من اللافت وما يثير الدهشة والعجب الذي لا ينقضي هو الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الأمريكية مع هؤلاء الطلاب السلميين الذين يعني تبدو عليهم سمات الوداعة والهدوء، طلاب صغار، لكن اعتدنا أن نرى نحن هذه المشاهد في عادة في الدول العربية وما حولها في المنطقة. الآن صرنا نرى في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجامعة تكبل، رئيس قسم يضرب، أستاذ جامعي يسحل، مئات الطلاب يعتقلون بعد إهانتهم. ما التفسير الكامن وراء هذا التشنج من قبل السلطات الرسمية في تعامل مع تظاهرات يفترض أن الدستور يكفل حقها؟ سؤال رائع، وهذا يأتي مما تفضل به الضيف دكتور أحمد، أن تداعيات الحراك أخطر من الحراك، وهذا الذي يحاولون احتوائه، تداعيات الحراك التي بدأت. ولكن لننظر، نعود إلى مظاهرات 1900 في السبعينات عندما خرج الطلاب في جامعة كنت أطلقت الشرطة النار على متظاهرين وقتلوا 4 طلاب جامعة في ذلك الوقت. هذا أدى إلى انتهاء حرب فيتنام وتداعياتها وخروج أمريكا من فيتنام. إذن قضية القتل واردة، ولكن ماذا حدث بعد عملية القتل؟ لنفهم أيضا، ضروري جدا أن نفهم، تشكلت لجنة أنه لماذا خرج الطلاب الجامعة في ذلك الزمان يتظاهرون ضد الجيش الأمريكي الذي يعتبر يعني أيقونة في عقول الأمريكان. أنت في الولايات الحمراء هنا عندما يعني ينزل أحد الجنود بزيه الكامل الجميل في الأسواق، الناس تقف وتأتي بأطفالها ويصافحونه. ما الذي جرى حتى يخرج طلاب الجامعة متظاهرين ليؤدي ذلك إلى مقتل 4؟ فوجدوا أن طلاب الجامعات عندهم معلومات، واتخذ قرار، وكان أحد متخذي القرار أيضا ضمن اسمه Trilateral Commission، اللجنة الثلاثية، بريدزينسكي. هذا الكلام بالسبعينات، بعد السبعينات، أنه يجب تجهيز طلاب الجامعات عما يحدث في الخارج. هؤلاء نفسهم اللي Trilateral Commission 1976 أصبحوا قادة أمريكا، جيمي كارتر، بريدزينسكي مستشار الأمن القومي إلى آخره. الآن نحن في موقع، الآن لم يعودوا يستطيعوا التجهيل. لماذا؟ بسبب التيك توك، بسبب البث الذي جرى الآن من قلب الحدث عبر كاميرات الهاتف. لذلك الآن انتقلوا إلى مرحلة ثانية تمثلت بالشدة ضد هؤلاء الطلاب، زائد تمرير قانون بحظر تيك توك أو تهديد تيك توك خلال شركة تيك توك خلال سنة، إما تبيعون الشركة أو يجب أن تفكك وتخرج من هنا. إذن هي حرب على الصورة، حرب على الحقيقة، حرب على الديمقراطية، على حرية الرأي. الآن نرى الآن هذا الحراك له من القوة ما جعل الآن الدفع بشرطة المدن التي فيها الجامعات وبعض النواب الأمريكان الصهاينة الداعمين للمشروع الصهيوني يطالبوا حتى بنزول الجيش الناشونال غارد، الحرس الوطني، للقضاء على هؤلاء الطلاب. نجد رئيس وزراء إسرائيلي هو يعتبر أجنبي يطالب بحظر هؤلاء، بالقضاء عليهم. الآن يدبر أن هؤلاء مرتبطون بجهات خارجية. الآن كل ذلك بسبب تداعيات هذا الحراك. ماذا في جعبة الطلاب؟ في جعبة الطلاب الكثير الآن، ولكن هي عبارة عن تدافع، ليست هناك قضية مؤامرة، إنما هي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآن هي عملية تدافع،
تدفع الحكومة من جهة، يرد الطلاب من جهة أخرى. هذا حدث من بضعة أيام هنا في جامعة جورج واشنطن، تعتبر من أعمدة الجامعات في الولايات المتحدة، عندما فصلت الشرطة بين المتظاهرين داخل الحرم والمتظاهرين خارج الحرم، تماما كما رسمت الحدود عام 1916 بسايكس بيكو بالمسطرة والقلم، فصلوهم، فلذلك لم يعد يستطيعوا الدخول الى استاذ طارق. اللافت في تعامل السلطات الأمنية الأمريكية مع المحتجين الطلاب، يعني أن هذا التعامل بين الطلاب والسلطات الأمنية يخضع لمنطق فيزيائي، بمعنى رد الفعل بأن الفعل الأمريكي يواجه برد فعل مساو تماما من قبل الطلاب، وهكذا تستمر الحلقة. صحيح تماما، فهذا الذي جرى. وفي الليل استطاع الطلاب عندما تم الاعتداء من شرطة الجامعة، الجامعة لها شرطة، على أحد الطلاب، هبوا هبة رجل واحد ونزعوا تلك الحدود، شالوا كل الحواجز ورموها جانبا وعادوا واحتلوا، اعتبروها أرض محررة. يعني نعم. طلاب يتعاملون الآن بقضية أكبر، قضية تجاوزت غزة. طيب، القضية في أمريكا تجاوزت غزة، هي قضية إنسانية بامتياز. الآن هي قضية أنا أريد أن أتكلم، أنا أتعلم في الجامعة الأمريكية، في الجامعات الأمريكية، كي أكون حرا فيما أتكلم. معظم الطلاب المتظاهرين إن لم يكن كلهم هم أمريكان، لأن الطالب اللي على فيزا يخاف أن يتظاهر تشطب الفيزا ويرحل، ولذلك هذا سيكون له تداعيات قادمة خطيرة جدا على الجامعات حقيقة، التي يعني كثير من أموال تأتيها من الطلاب الأجانب. الآن سيذهب الطلاب إلى جامعات أخرى. أنا أسمع معلومات منك كما لو أنك تتحدث عن سوريا أو عن العراق أو عن أي بلد عربي، هذه الإجراءات الشديدة بحق الطلاب المتظاهرين. دعني أنتقل إلى بروكسل. أستاذ أحمد، سواء من الناحية السياسية أو القانونية، تحت أي مبرر تسوق السلطات الأوروبية تعاملها الخشن، وخصوصا في فرنسا؟ حقيقة يعني شاهدنا في فرنسا ما ربما كان أشد مما شاهدناه في أمريكا في تعاملها مع الطلاب في القانوني، في سواء كانت مبررة سياسية أو قانونية، ما المبرر الذي تسوقه السلطات لهذا التعامل الخشن مع الطلاب؟ يعني كل شيء يصبح مبررا في أوروبا إذا ما أتى تحت عنوان الدفاع عن دولة الاحتلال ومواطنيها، وهذا ما أعلنته مؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ أيام، وهذا ما تعلنه كل يعني المؤسسات الأوروبية والحكومات الأعضاء، الدول الأعضاء، الحفاظ دعم أمن دولة إسرائيل ومواطنيها ضد الكراهية، لا إنجازات ولا انتصارات للمقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا اتفاق إن كان ضمنيا أو فعليا، ولكن عليه إجماع من أغلب الحكومات الأوروبية والغربية بشكل عام، وبما فيها بريطانيا والولايات المتحدة. لكن الرأي العام الأوروبي، يعني هناك رأي عام أوروبي، هناك مؤسسات، هناك جمعيات، هناك منابر إعلامية، كيف يستقبلون هذه الوسائل القمعية في التعامل مع الطلاب في النهاية؟ نعم، يعني بالنهاية هناك قضايا، يعني هناك حقوق إنسان، هناك محاكم، وتجري الأمور، وهي تدور في ضمن هذه الحلقة، حلقة حقوق الإنسان، حقوق التعبير، الصحافة، التعرض للطلاب، للجامعات، اقتحام الجامعات، هناك الكثير من القضايا التي سترفع، منها ضد الطلاب والاعتداءات على 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 بعض الممتلكات الخاصة أو الممتلكات العامة، ومنها القضايا المضادة، ستكون مثل ذلك القضايا كثيرا، واستخداما للقانون الإيجابي والسلبي. ولكن ما نقول بأن هناك إصرار من هذه الفئة، إذ أن يعني ما يجري أن هناك تنوع، أصبح لدينا تنوع بالفئات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. منذ أسابيع ربما كنا نتحدث عن قضية هنا مع بعض المتضامنين، بأنه يعني لا يجب تنميط المتضامن مع القضية الفلسطينية على أنه الشخص الذي لا يجد شيء آخر يشغل حاله به فوجد ضالته بفلسطين. فلسطين تحتاج للمتضامن بتنوع تخصصاته، بتنوع مستواه الاجتماعي، الاقتصادي، العلمي، إلى ما ذلك.
وهنا تكمن المشكلة، بأنه يعني أصبحت على مدى عشرات السنين أو على القليل السنوات الأخيرة بأن المتضامن مع الشعب الفلسطيني هو ذاك الذي يعني لا، والذي كان يتحدث ما زال يتحدث عن الإمبريالية والرأسمالية إلى ما ذلك. ولكن اليوم المسألة، هذه الموجة تأخذ معها الإليت، تأخذ معها النخبة من السياسيين، من الأطباء، من المهنيين، من كل الفئات، من الطلاب في المدارس. يعني مثلا هنا في بلجيكا يخرج الطلاب بالمدرسة الإعدادية ليجمعوا التبرعات لأطفال غزة، وهنا طلاب الجامعات في هذه الجامعات التي عادة ما يكون هؤلاء من فعلا من فئة النخبة المستقبلية في هذه الدول وبنات هذه الدول. نعم، لذلك هذا يضرب الرواية الصهيونية التي بنتها على مدى عشرات السنين، وتأتي من خلال أخطائها هي لتضرب روايتها وتقوى السردية الفلسطينية، رمزية الثورة الفلسطينية، الفلسطيني الثائر ضد الاستبداد وضد الاحتلال وضد الظلم والعربدة في هذا العالم. نعم هذا أعيد بفعل الصهاينة أنفسهم، وبالتالي ضربة كبيرة جدا يمكن أن تحقق، ولكن علينا حقيقة الاستثمار والعمل جديا من أجل استدامة هذه الثورة وهذه نعم الانتفاضة كما سميتها حضرتك الطلابية. طيب أستاذ طارق، فيما يتعلق بردود الفعل الأمريكية على ما يجري من تعامل مع هؤلاء الطلاب، هل الأمر الآن مقتصر على صراع إرادات بين هؤلاء الطلاب الذين يريدون نزع استثمارات الجامعات من الشركات المرتبطة بإسرائيل سواء تسلحها أو غير ذلك، ومن جهة، و الصهاينة مجموعة من رجال الأعمال الكبار الأمريكيين الذين يمولون هذه الجامعات، فهل الصراع إرادات بين هذين الفريقين، أم يمكن القول بأن الآن نحن دخلنا إلى مرحلة أعمق من الانقسام الأفقي والعمودي في المجتمع الأمريكي حيال قضايا كبرى مثل فلسطين مثلا؟ نحن فعلا هو الأمر الآخر الذي ذكرته، دخلنا مرحلة أعمق. أنت الآن تتكلم عن التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الاعتقاد، حرية الكلام بشكل كامل. الآن هذه التعديل أصبح مهددا، هو أحد التعديلات، الأول تعديل من الدستور الأمريكي. الآن في الرواية الشهيرة لجورج أورويل يقول فيها على لسان نابليون: كل المواطنون متساوون، لكن بعض المواطنين أكثر مساواة من الآخرين، من مواطنين آخرين. اليوم دخلنا مرحلة أن كل الطلاب متساوون، لكن بعض الطلاب أقل مساواة من الآخرين. إذا نحن الآن هذه معركة الإرادات انتقلت إلى المرحلة التي تليها. لماذا؟ لأن الآن المشروع الصهيوني اللي عمره الآن حوالي 100 عام، ورعته أولا بريطانيا ثم تولت رعايته وكفيلته الولايات المتحدة الأمريكية، فعلا يترنح، ويترنح ليس فقط بفعل يعني الانتفاضة الطلابية، هناك عوامل موضوعية تراكمت على مدى العقود الماضية، والآن أنت تتحدث عن مرحلة متقدمة من تهديد هذا المشروع. هذا المشروع الذي كاد في 6 أكتوبر قبل يوم من الحرب أن يطبع مع أهم دولة في المنطقة، الآن تتكلم عن مشروع يعني يصارع طلاب صغار في العشرينات ولا حتى أقل. يعني الدكتور أحمد قال إنه في المدارس، نعم، البارحة توجهت من مدارس الثانوية في شيكاغو باتجاه جامعة ديبول وخرجوا يتظاهرون. أنت الآن تتحدث عن قضية فلسطين لم تعد قضية فقط في غزة وفي فلسطين وإعطاء لكن الفلسطينيين حتة الحق. ماذا عن نبض الشارع الأمريكي أستاذ طارق حيال هذه التظاهرات ورد الفعل السلطات الأمنية؟ النبض العام، لو ترصد لنا النبض العام. النبض العام يتأخر دائما عن نبض الجامعات، أنت الجامعات هي مرحلة متقدمة. النبض العام طالما استمر الحراك ولو بشكل يعني تراكمي بطيء، النبض الشارع سيأتي لاحقا، وهذا الذي يحاولون هنا أن يعني يمنعوه، أنه لحاق نبض الشارع نعم بالحراك الطلابي. نبض الشارع تتذكر في شهر 12 وشهر 1 من هذه السنة، 12 23 وشهر 1،
خرجت مظاهرات مليونية في العالم، نعم وهذه كان لها تأثير واستطاعت شحن الطلاب. الآن تتكلم عن الحراك الطلابي، الحراك الطلابي سيفضي مرة أخرى نعم إلى تزايد نبض الشارع الذي سيغذي حراك طلابي حتى نصل إلى مرحلة، هذه المرحلة لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما ماذا سيحدث بما س... فيها، ولكن نستطيع نعلم أن هؤلاء الطلاب لن يتراجعوا، نعم لن تستطيع إرهابهم بالطائرات ولا القتل ولا أي شيء، لن تستطيع إرهابهم بالاعتقال، نعم قد تعتقل واعتقلوا اعتقل أساتذة وطلاب جامعات في ولاية جورجيا وفي نيويورك، لكن في اليوم التالي القاضي أطلق سراحهم لأنه هذا التعديل الأول، التعديل الدستوري الأول يكفل حرية الاعتقاد. نحن الآن في عملية، هل ستضحي أمريكا بأهم تعديلاتها وحرياتها من أجل إسرائيل أم سؤال، لا؟ هذا هو السؤال هذا القادم. سؤال كبير ربما يحتاج إلى إفراد أكثر من حلقة عن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، في المحور الأخير بعد الفاصل سنتحدث عن أثر الانتفاضة الطلابية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية على مستقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فاصل أخير ومن ثم عودة لاستكمال الحلقة. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ أحمد، في بروكسل اعتدنا أن نرى السياسة التقليدية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ممالأة إسرائيل، غض الطرف عنها في أعمال التي تقوم بها ضد الفلسطينيين أيا تكن هذه الأعمال، قمة الاحتجاجات المتواصلة التي خرجت في الشارع الفلسطيني. اليوم أنت تتحدث عن نخبة الطلاب في الدول الأوروبية الذين هم سيتسلمون المناصب والحكم في المستقبل، هل هذه الاحتجاجات بصورتها الراهنة وبزخمها الراهن يمكن أن تفضي إلى تغيير ذي بال في سياسة الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني نعم، أظن ذلك، وبالذات بما أننا نعيش اليوم في فترة الانتخابات، والانتخابات الأوروبية التي ستجري في التاسع من يونيو القادم، ونحن في طور الدعايات الانتخابية التي يعني موجودة ونشطة جدا في هذه الفترة. وبالتالي إذا استمرت أو إذا امتدت هذه الموجة إلى أوروبا، يعني سيتدخل بها السياسيون حتما من أجل مكاسب انتخابية من هنا أو هناك. وبالتالي لدينا أصدقاء، لدينا بعض الأحزاب التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني، ولدينا أحزاب تعادي حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته. وبالتالي ستدخل المسألة على الخط، وستصبح أداة من أدوات الانتخابات الأوروبية. هذا الأمر يمكن أن يغير حقيقة بقضايا الانتخابات، بالتصويت، بتفاعل الشباب، بتفاعل الأحزاب، بتفاعل النخب، وبالتالي لأن ذلك أيضا له يعني هو سلاح ذو حدين، سيكشف من ناحية التقصير السياسي والهوة الواسعة ما بين المنتخب وصاحب الصوت الذي انتخب وأعطى صوته في انتخابات 2019، وما جرى خلال هذه الحرب وأداء هذا السياسي. وبالتالي
يعني يمكن أن يسبب إشكالا حقيقيا، والأمر الذي يمكن أن يدفع باتجاه بعض التنازلات الأوروبية نعم كما يجري الحال مثلا مع قضايا لماذا على مثلا فون دير لاين أن تذهب إلى قبرص وتتصور وتستعرض من أجل قارب يخرج من قبرص إلى غزة على متنه مساعدات لا تتجاوز الأربع خمس شاحنات. كل ذلك من أجل الصورة، من أجل تجميل الواقع، من أجل القول بأنهم يعني يرسلون بالمساعدات ولا يهم إلى أين يعني تصل كما لو أنا المساعدات، فوندرلاين ربما منسق تضيع في الصحراء منسق الصحراء الشؤون، المصرية. نعم كما لو أنا فوندرلاين المسؤولة أكبر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، كما لو أنها يعني تصرفه هذا يعكس تغيرا عميقا في الشارع الأوروبي، لذلك هي تتجمل في هذه الصور يعني حتى تعكس الصورة مغايرة للحقيقة للشارع الأوروبي، أليس الأمر كذلك صار؟ على أرض الواقع الأمر كارثي، إذ أن أوروبا لم تتخذ أي موقفا حادا يمكن أن يردع دولة الاحتلال على ارتكاب جرائمها. نعم لا يوجد أي تسمية لأي جريمة بمسماها، لا يوجد أي أدوات ضاغط على دولة الاحتلال، فدولة الاحتلال تشعر بنفسها حرة يمكن أن ترتكب العديد من المجازر طيب وتكمل هذا المشوار. ولكن هناك قضية المساعدات الإنسانية التي يعني تستخدمها أوروبا ويستخدمها الأمريكيون كما بالأمس، وهذا ينظف أيديهم من الدماء الفلسطينية، وأيضا يفتح المجال للدفاع عن النفس للاحتلال أمام أي محاكم مستقبلية، ومحو قضية يعني محاولة خلع استيكر نعم الجينوسايد عن هؤلاء المجرمين، طيب ولذلك هم يستخدمون المساعدات. هذا الأمر يمكن أن ينعكس على قضية الحراك الطلابي في أوروبا، وبالتالي سيخرج علينا بعض هؤلاء السياسيين للقول أنه ونزولا عند رغبة الطلاب الأوروبيين وحقوق الإنسان و فإننا نطالب دولة الاحتلال بوقف هذه الجرائم والهجمة طيب على غزة ولكن وفتح المعابر وإرسال المساعدات إلى ما ذلك وتقليل مستوى الجريمة الممكنة في رفح مثلا، طيب ولكن هذا لن يتعدى الخطاب، طيب ما دعنا زال لا توجد هناك أي خطوات عملية حقيقية على الأرض تنقذ حياة طفل فلسطيني واحد. ربما الإسرائيليون لا يهتموا كثيرا أو لا يهتمون كثيرا للشأن الأوروبي بقدر اهتمامهم بالشأن الأمريكي، وهنا أسأل الأستاذ طارق، هل حان الوقت للقول بأن هذه الاحتجاجات الطلابية بزخمها الراهن وهي احتجاجات نخبة المجتمع الأمريكي، نخبة الجامعات الأمريكية والعالمية، هل حان الوقت للقول بأنها ستؤثر بشكل أو بآخر على السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية الآن على غزة، أم أن من السذاجة الانجرار وراء هذه المساحة من التفاؤل؟ هو التأثير بدأ هيئة، الذي كيف؟ شاهدناه أن الأيباك اللي هو اللوبي الصهيوني هنا في أمريكا دعم مرشحين مضادين لأولئك في الكونغرس المناصرين للقضية الفلسطينية، واحدة منهم سامر لي، رشيدة طليب، إلهان عمر، جمال بومن، هؤلاء خرجوا وقالوا نريد وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول للعدوان. ولكن الذي حدث وبعد أن خصص الأيباك مئات ملايين الدولارات لدعم منافسين لهؤلاء، سامر لي فازت على مرشح الأيباك، رشيدة طليب لم يستطع الأيباك أن يجد منافس يعني يقوم ضدها، نعم جمال بومن الآن يصارع للاحتفاظ بمنصبه، وهكذا. إذا العملية بدأت والتدافع حاصل في السياسة الأمريكية، سيعتمد كل ذلك على ما سيحدث في يوم الثلاثاء 5 نوفمبر اللي هي يوم طيب الانتخابات هذا واليوم التالي، هل سيفوز بايدن أم سيفوز ترامب؟ اعتمادا على هذه النتيجة سندخل مرحلة أخرى كبيرة. طيب إذا فاز ترامب وهو المرشح الآن يعني المرشح الأوفر حظا أن يفوز، ستجد عدوان كبير الآن على التعديل الأول وعلى حرية التعبير. ستنتقل أمريكا من دولة قاومت الملكية البريطانية وانتصرت بثورتها
في 1776 على الملكية وأتت بنظام جمهوري إلى رئيس قد يصبح ملك. هناك قاعدة شعبية له كبيرة، ليس لديها مانع أن يصبح ترامب ملك. فلذلك هذه طيب. نحن الآن حتى أستاذ طارق لو تأذن لي حتى أعود إليك لأختم معك، أريد أن أعود مرة أخيرة للأستاذ أحمد بدقيقتين من فضلك، لا أكثر، ما عندي وقت. كيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون من هذه التغيرات المهمة في الشارع الأوروبي تحديدا تجاه ما يجري في فلسطين بدقيقتين؟ نعم، استفادة واردة جدا باستغلال هذا الحراك بالحديث وبتصوير السردية الفلسطينية وتأكيد على أثر الحرب في غزة أو على الفلسطينيين على الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية في أوروبا. هذا الحراك يؤكد بأن الصراع غير مستورد على أوروبا وليس بدخيل، وإنما أوروبا هي من ذهبت إلى هناك لتلعب أدوارا لا تتماشى والواقع. وبالتالي من يريد أن يلعب دورا في منطقة الشرق الأوسط وفلسطين عليه أن يلعب دورا حقيقيا، إما داعما للجرائم وبكل صراحة، وإما داعما للحقوق وحقوق حسب القانون الدولي على الأقل. ولذلك يعني نحن نستغل هذا الحراك لنقول للأوروبيين، نحن حذرناكم وقلنا لكم بأن الصراع سيمتد وأن المشكلة غير مرتبطة فقط في حدود قطاع غزة التي رسمها له الاحتلال في هذا السجن. هنا تكمن الاستفادة، والاستفادة الأخرى هو الاستثمار بحركة التضامن لتصبح تضامن، حركة تضامن مستدامة طويلة الأمد، نستغلها في أي حركات أخرى مستقبلية. ومعركتنا مع الاحتلال لم تنتهي والصراع مستمر، إن شاء الله أنه يخلص، ولكن للخطوات القادمة يجب علينا عدم البدء من الصفر وأن نبني على ما وصلنا إليه اليوم. طيب أختم معك أستاذ طارق بدقيقتين، ربما العقبة الكأداء في وجه أي محاولة فلسطينية للإفادة من هذه التغيرات المهمة في الساحة الدولية هو عدم الانقسام الفلسطيني وعدم وجود جسم سياسي فلسطيني يستطيع حمل هذه القضية ويستثمر المتغيرات لصالح فلسطين. كيف يمكن التغلب على هذه العقبة برأيك بدقيقتين؟ هذا سؤال خطير، وهو حقيقة سؤال نسميه سؤال المليون دولار. طالما وجد انقسام فلسطيني فلسطيني وانقسام عربي، لن نستطيع أن ندفع بالقضية الفلسطينية لإيجاد الحل العادل للشعب الفلسطيني. لكن هذا لن يلغي ما يحدث في أمريكا وفي أوروبا. الأمر تجاوز النخب في الوطن العربي، تجاوز الطلاب في الوطن العربي للأسف. هؤلاء الطلاب الذين كانوا إذا خرجوا في الستينات والسبعينات يتظاهرون، يقف العالم الغربي على قدم واحد، على ساق واحدة. يجب الآن عملية إعادة تموضع أو إعادة توحيد العالم العربي، وهناك الآن فرصة تاريخية قد لا تتكرر بسبب انشغال النخب الأوروبية والنخب الأمريكية التي كانت دوما فرق تسد من سايكس بيكو وما جرى بعده. الآن ليس لديها وقت فائض، وقت لتعطي انتباه واهتمام للمنطقة العربية، ناهيك فقط عن يعني دعم إسرائيل بالمساعدات العسكرية، ولكن ليس لديها، خاصة أن أمريكا تعتبر ما زالت الخطر الأول الاستراتيجي لها هو الصين وليس العالم العربي. هذا الآن هو نقطة مفصلية، يجب على العالم العربي نسيان خلافاته إن أمكن، أو على الأقل الجلوس والكلام. الحالة الصفرية التي سادت بعد الربيع العربي يجب أن تنتهي. وقد يقود ذلك الحراك طلابي في الجامعات العربية، يستطيعوا أن يضغطوا على الحكومات العربية أن انتهى الوضع. يجب الآن الدخول، هناك فرصة قد لا تتكرر لنا كي نستطيع أن نعيش بديمقراطية وازدهار. أشكرك. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن طارق أبو غزالة الطبيب والناشط السياسي، ومن بروكسل العاصمة البلجيكية أحمد فراسيني المنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية. والشكر موصول بطبيعة الحال لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.